السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحلة الامبروف، مرحلة التحسين في مشروع السكس سيجما، هي المرحلة الرابعة في الديميك موديل ديفاين ميجر انالايز امبروف كنترول. احنا في مرحلة الامبروف، مرحلة التطوير والتحسين، وهي دي الهدف من المشروع، فبالتالي هي المرحلة ممكن نقول انها المرحلة الاهم، لانها مرحلة جني الثمار. كل اللي عملناه خلال المشروع من تعريف للمشكلة ومن تحليل ليها ومن تجميع للبيانات ومن تحليل إحصائي نتيجته في هذه المرحلة تحديدا من المشروع. هذه المرحلة ما فيهاش تطبيق إحصاء كتير، ولكن الهدف منها ان احنا نبدأ نطبق التحسينات المقترحة عشان نحسن السيستم عندنا. زي اي مرحلة من مراحل السكس سيجما ليها inputs وليها tools وليها deliverables. الانبوتس كالعادة هي الاوتبوت بتاعت المرحله اللي قبلها، فما نتج من مرحله الانالايز فيز اللي هي نتائج الهايبوثيسيس تيستينج، اختبار الفرضيات، الكونفيدنس انترفال بتاعت السيستم عندنا، كل دي الانبوتس بتاعت مرحله الامبروف. التولز المستخدمه خلال هذه المرحله من اشهرها فيميا FMEA فيلير مود اند افكت اناليسيس. والفكره فيه ان احنا بنشوف الفيلير مود اللي هي لا قدر الله ممكن تحصل نتيجه التحسينات اللي بنقترحها، ونبدأ نحللها ونشوف التأثير بتاعها هيبقى عامل ازاي. تاني تول هنتكلم عليها هي design of experiments. بما اننا هنطور وهنحسن اكيد هنعمل experiments واكيد هنغير variables، فالdesign of experiments هتدينا الاسس العلمية ازاي يتم التغيير. وكالعادة التولز هنعمل لها فيديوهات مخصصة هنتكلم على كل تول على حدة فيها ان شاء الله. مرحلة الامبروف مفيش كلام عليها كتير رغم انها مرحلة من الاهمية بمكان، ولكن هي الفكرة بشكل عام ان دي مرحلة جني الثمار. استعرضنا سريعا ما هي الامبروف فيز في الديميك موديل في مشروع السكس سيجما. يا رب دايما تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.